بعدين كنت على ريجيمين ليستوار نور او نيفو لي سيرفيس ينس دير فوالا اسكو الخيمه يكون على ضيق قبل ما غسي هذه ذون دايني دونك كي اي كونتاكتي دو بريزيدون لاسوسياسيون سي محفوظ حكى لي دابي في المشاكل اللي تعيش لا سيتي هي يعني سبين سيتي 400 لوجمون غانس لا سيتي بالكون يباشر. السلام عليكم، مرحبا بكم. نشكر السيد النايب على الزياره تاعو لاقامه الحي اللي اسمه اقامه عيد بشيرين. دونك هذا الحي عنده عامين ونص تقريبا اللي بدات الناس تسكن فيه. صافي عامين ونص وعامين ونص ما عندناش الماء. عامين ونص يجيبوا لنا الماء بالسيترنات. الحي هذا فيه 400 لوجمون. في البدايه كي جابوا لنا كي عطاونا لي كلي قالوا لنا المشكل تاع الماء هي قضيه بعض الاشهر. حتى ولا اخر في الحقيقه عطاونا السيرتيفيكات كونفورميتي سيتادير شهاده المطابقه اللي تعني في الاصل بان الحي مربوط بجميع الشبكات بما فيها الماء والغاز والكهرباء، ولكن في الحقيقه لحد الان عامين ونص الحي ماهوش مربوط بالماء. بسم الله الرحمن الرحيم. تلبية لنداء سكان حي شروفات وتلبية للدعوة الكريمة من قبل جمعية هذا الحي. حضرت اليوم للقاء مع ساكنة هذا الحي للاستماع إلى انشغالاتهم ومشاكلهم اليومية التي يعيشونها. وكان المشكل الأكبر هو مشكل توصيل هذا الحي الذي يحتوي على 400 وحدة سكنية، أين يتمثل في ربط هذا الحي بالماء الصالح للشرب، إضافة إلى انشغالات أخرى تتعلق بتحسين ظروف تمدرس للأطفال والنقل الحضري إلى هذا الحي. حيث كان وقد كان من التزامات السيد رئيس الجمهورية وتعهداته أن يعمل على توصيل قطرة المياه إلى كل حنفية في كل دار عائلة جزائرية. وبصفة نائب برلماني عن الأحرار سألتزم شخصيا بتوصيل هذه الانشغالات إلى السلطات الولائية ومختلف المديريات المعنية بهذه المشاكل والانشغالات الساكنة. وكل ثقة بالسيد والي ولاية بجاية لنشكره من هذا المنبر على المجهودات التي يبذلها في خدمة الصالح العام في هذه الولاية. أوراس تي في، حيث يتجلى الخبر بكل تفاصيله.